ونتكلم عن موضوع مهم ما تكلمت فيه تقريبا بحياتي، أنا مخدرات، شابو كيميكال ما أدري شو اسمه، حشيش ولا. أقول للأخوان اللي تعاطى مخدرات، أنا ماني جايك من طريق ديني ولا طريق مضر بالصحة ولا الكلام البرستيج، اعتبرني رفيجي. بقول أنت رجال محترم وعاقل ورزين وكل الناس تحترمك، بس عيبك أنك تعاطى مخدرات. أول واحد يبعد عنك مثلا إذا أنا رفيجك أنا، ليش؟ في أسباب وراح أقولها لك. أولا الصاحب ساحب، لمشيت وياك مصيري بالنهاية أطيح بالمخدرات معك. وثانيا ما راح يخفى على الناس شيء، راح أخاف على سمعتي، يشوفوني معاك يقولون هذا أبو سعد متعاطي معه، أو يمكن يجي يوم من الأيام تقفل مخك من المخدرات وتضرني تطقني تقتلني، ممكن تسوي فيني كل شيء، أو ممكن يمسكون الشرطة إنزين وأنت اللي تعاطى، لكن يقطوني معك يقولون أنت معه. هذه نقطة، كل ربعك اللي حواليك كشوا منك وطردوك ولا يمشون معك، صرت وحيد، حياتك كلها خوف بخوف، خايف تنفضح قدام أهلك قدام ربعك قدام الناس، خوفك من الشرطة، وظيفتك طالع منها متكدس عليك الأقصاد وصاير مديون وصاير ما عندك فليسات. وإذا أنت متزوج طاق مرتك طاردها لأهلها ومهملها هي وعيالها وتخلي أهلها يصرفون عليها، بالإضافة إلى المشاكل بينك وبين ربعك اللي تعاطون مع بعض، ولك صرت عليك الفلوس عشان تشتري مخدرات، أول شيء راح تسلف من زيد وعبيد وتسحب عليهم، وممكن أنك تسرق من أمك من أختك من أخوانك من أبوك، كل هذا ليش؟ وممكن بسبب الأمور هذه التهاوش أنت وربعك، ممكن أنك تقتل ممكن أنك تنقتل أو إصابات، وكل هذا علشان نشوة أو شعور كاذب لمدة ساعتين ولا ثلاث ولا أربع. تضحي بربعك، تضحي بمرتك وعيالك، تضحي بأهلك وسمعة أهلك، وتضحي بوظيفتك وتضحي بكل شيء علشان هالشعور هذا، مصيرك بحد الطريقين، أما أنك تموت بجرعة زايدة ولا يصير فيك شلل أو السجن. خلنا نحسب هالحين بيني وبينك، ارجع ورا قبل التعاطي المخدرات، شنو كان وضعك؟ وبعد ما تعطيت المخدرات شنو وضعك؟ لا تقول أنا طحت فيها وخلاص، لا لا لا، كلام هذا فاضي، تقدر وانت فيها تلحق على نفسك. راجع كلامي اللي طاف، اعتبرني أخوك الصغير، اعتبرني أخوك الكبير، إذا كلامي زين أخذه، إذا كلامي مو زين قطه بزبالة. بغض النظر حلال حرام، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، والله سبحانه وتعالى يغفر لك، لكن بقولك على نقطة، امسكت بقضية مخدرات، شنو وجه أبوك؟ شنو وجه أخوانك؟ قدام ريجي وهم محترمين، هالكلمة وبقفل الموضوع، تيجي تزوج أختي أقضبك الباب، ويمكن أخوانك ما يزوجونهم، يمكن خواتك ما يتزوجن، وسب أنت